نشاهد حسن من نحوه وتدنو مننا علوه نشاهدها بهذه الدار رب فاجعلنا من
التكريم وبسط في العالم الكبير المائدة التشريف والتعظيم ببرود هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين غرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الوجود الإلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله. لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت جناح هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل النور، وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فات الوقت الذي رتب الله عليه على حضور وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من نور عنبوت، وبارز الحامل المحمود مزينا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله محمد صلى الله. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي. أشرق الكون ابتهاجا في وجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي فاضربوا لأهل المساني، فهذر اليوم غرت، واستهدئوا بجمال فقفي الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك، رسول سلام عليك،
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مهيا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء
وكان وقت مولدي سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول من ومن الأيام يوم الاثنين، وموضع ولادته وقبره بالحرمين، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخدونا مكحولا مقطوع السرة، تولت ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة، ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وكان ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاء رضي الله عنهما قالت: لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهلا، فسمعت قائلا يقول: رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء: فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد قصور الروم. قالت: ثم ألبسته وأضجعته، فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني، فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المغرب. وأصفر ذلك عني، ثم عاودني الرعب وظلمة والقشعريرة عن يساري، فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المشرق. قالت: فلم يزل الحديث مني على بال حتى أبعثه الله، فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه، وأن عين عنايته في كل حين ترعاه، وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. أما صلي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن حكمت القدرة بظهوره وانتشرت في الأكوان لوامع نوره، تسابقت إلى رضاعه المرضعات، وتوفرت رغبات أهل الوجود في حضانة هذه الذات، فنفذ الحكم من الحضرة العظيمة بواسطة السوابق القديمة، بأن الأولى بتربية هذا الحبيب وحضانته سيدة حليمة. وحين لاحظته عيونها وبرز في شأنها من أسرار القدرة الربانية مكنونها، نازل قلبها من الفرح والسرور ما دل على أن حظها من الكرامة عند الله حظ وموفور. فحنت عليه حنو الأمهات على البنين، ورغبت في رضاعه طمعا في نيل بركاته التي شملت العالمين، فطلبت من أمه الكريمة أن تتولى رضاعه وحضانته وتربيته بالعين الرحيمة، فأجابتها بالتلبية لداعها لما رأت من صدقها من في حسن التربية ووفور دوائها، فترحلت به إلى منازلها مسرورة وهي برعاية الله محفوفة وبعين عنايته منظورة. فشاهدت في طريقها من غريب المعجزات ما دل على أنه أشرف المخلوقات، فقد أتت وشارفها وأتانها ضعيفتان، ورجعت وهما للدواب القافلة يسبقان، وقد درت الشارف والشياه من الألبان بما حير العقول والأذهان،
وبقي عندها في حضانتها وزوجها سنتين تتلقى من بركاته وعجائب معجزاته ما تقر به العين وتنتشر أسراره في الكونين حتى واجهته ملائكة التخصيص والإكرام بالشرف الذي عمت بركاته الأنام وهو يرعى الأغنام فأضجعوه على الأرض إضجاع تشريف وشقوا بطنه شقا لطيف ثم أخرجوا من قلبه ما أخرجوه وأودعوا فيه من أسرار العلم والحكمة ما أودعوه وما أخرج الأملاك من قلبه أذى ولكنهم زادوه طهرا على طهر وهو مع ذلك في قوة وثبات يتصفاه من سطور القدرة الإلهية باهر الآيات فبلغ إلى مرضعته الصالحة العفيفة ما حصل على ذاته الشريفة فتخوفت عليه من حادث تخشاه ولم تدر أنه ملاحظ بالملاحظة التامة من مولاه فردته إلى أمه وهي غير سخية بفراقه ولكن لما قام معها من حزن القلب عليه وإشفاقه وهو بحمد الله في حسن مانع ومقام كريم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فنشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف يحفه من الله جميل الرعاية وغامر الألطاف فكان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر ويظهر عليه في سباه من شرف الكمال ما يشهد له بأنه سيد ولد آدم ولا فخر ولم يزل وأنجم صعوده طالعة والكائنات لعهده حافظة ولأمره طائعة فما نفث على مريض إلا شفاه الله ولا توجه في غيث إلا وأنزله مولاه حتى بلغ من العمر وشده ومضت له من السن الشباب وكهولة مده فاجأته الحضرة الإلهية بما شرفته به وحده ونزل عليه روح الأمين بالبشرى من رب العالمين فتلا عليه لسان ذكر الحكيم شاهد وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم فكان أول ما نزل عليه من تلك الحضرة من جوامع الحكم قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فما أعظم من بشارة أوصلتها يد الإحسان من حضرة الامتنان إذا هذا الإنسان وأيدتها بشارة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم إنه بعد ما نزل عليه الوحي البليغ تحمل أعباء الدعوة والتبليغ فدعا الخلق إلى الله على بصيرة فأجابه بالإذعان من كان له بصيرة منيرة
وهي إجابة سبقت بها الأغذية والأقدار، تشرف بالسبق إليها المهاجرون والأنصار، وقد أكمل الله بهمة هذا الحبيب وأصحابه حد الدين، وأكبت بشدة بأسهم قلوب الكافرين والملحدين، وظهر على يديه من عظيم المعجزات ما يدل على أنه أشرف أهل الأرض والسماوات، ومنها تكثير الكليل وبرء العليل وتسليم الحجر وطاعة الشجر وانشقاق القمر والإخبار بالمغيبات وحديث الجذع الذي هو من خوارق العادات وشهادة الضب له والغزالة بالنبوة والرسالة إلى غير ذلك من باهر الآيات وغرائب المعجزات التي أيده الله بها في رسالته وخصصه بها من بين بريته، وقد تقدمت له قبل النبوة رحاصات هي على نبوته ورسالته من أقوى العلامات، ومع ظهورها وانتشارها سعد بها الصادقون من المؤمنين وشقيا بها المكذبون من الكافرين والمنافقين، وتلقاها بالتصديق والتسليم كل ذي قلب سليم. اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف رسول معراجه إلى حضرة الله البر الوصول ودور آيات الله الباهرة في ذلك المعراج وتشرف سماوات ومن فوقهن بإشراك نور ذلك السراج، فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين جبريل إلى حضرة المالك الجليل مع تشريف وتبجيل، فما من سماء ولا جها إلا وبعده أهلها بالترحيب والتكريم والتعهيل، وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقي عند الله وشافي منزلته لديه، حتى جاوز سبع طباق ووصل إلى حضرة الإطلاق، نزلته من الحضرة الإلهية وغمر نفحات الكربية ووجهته بتحيات وأكرمه بجزيل العطيات وأولته جميل الحبات ونادته بشريف تسليمات بعد أن أثنى على تلك الحضرة بتحيات مباركات الصلوات الطيبات، فيا لها من نفحة غامرة وتجليات عالية في حضرة باهرات تشهد فيها ذات لذات وتتلقى عواطف الرحمات وسوابغ الفيوضة بأيدي الخضوع والإخبات
رتب تسقط الأماني حصرا دونها ما ورعا هنا ورا عقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما عقل واتصل من علمها بما اتصل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب فؤاد ما رأى فما هي إلا محة خصصت بها حضرة إلى بها حضرة لامتنان هذا الإنسان وأولته من عواطفها رحيمة ما يعجز عن حمله ثقلان وتلك المواهب لا يجسر القلم على شرح حقائقها ولا تستطيع الألسن أن تعرب عن خفي دقائها خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة فلا يطمع طامع في الاطلاع على مستورها والإلحاقة بشور نورها فإنها حضرة جلت عن ناظر الناظرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين فهنيئا للحضرة المحمدية ما واجهها من عطايا الحضرة الأهدية وبلوها إلى هذا المقام العظيم الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً وخلقاً وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقاً وأوسعهم بالمؤمنين حلماً ورفقاً برًا رؤوفًا لا يقول ولا يفعل إلا معروفًا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على معنى الجزم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم شسها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم
وحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر في دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا لسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي في مشكورا وفعلي في محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمال وتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عملت رسالته والعالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية عودتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمفصل بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودارك سيد الكونين. آمن سيد الكونين وأحسن وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا في من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة، ولا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك، فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره
وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهاد، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معا منصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع الجهات في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر من المعادلين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين في جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في قدوتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل اللهم وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، أن ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kami ingin mengucapkan kumpulan Habib Abbas dengan pembacaan maulid tadi, dan sejak dengan tidak membuang masa, kita ingin menjemput Syekh Fuad bin Ahmad Al-Khatib untuk memulakan majlis tahlil. Fadhal, masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha wa Yasin bil qabul bulughil ma'mul wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam thumma ila ruh al-marhum asy-syekh al-allamah asy-syekh Umar bin Abdullah bin Ahmad bin Salim al-Khatib khassah wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in wa jamil khutaba ثم إلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا
ربكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسن منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمري وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لكم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن
أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
بهم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إذ نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة
أسعد مخلوقاتك حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن آل وأصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله و
وبحمده سبحان الله 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 العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يا الله يا أستغفر الله تائبون إلى الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم الفاتحة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا في حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناك كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد نبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. مبارك على سيدنا محمد نبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصلي وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى تغيث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك وقضارك من صابرين للحلال مرزوقين وللحرام معصومين في الجنان منعمين وعن النيران مبعدين وإلى وجهك ووجه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي ناظرين متمتعين. ودنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل لهم الشيطان علينا في سائر الحالات ولا إن مات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا. وآثمنا اللهم على قراءتنا هذه وخيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك وفضلك وكرم قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا ثواب قرأناه وكبرناه وحللناه زيارة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وعلى آله وكل صحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح سيدنا المحاجر إلى الله محمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم الحبيب محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي ثم إلى روح سيدنا غوث العباد وقطب الإرشاد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الرات وأصوله وفروعهم ثم إلى روح قطب ربات والعارف صمدان سيدنا حبيب عبد القادر الجيلاني ثم إلى أرواح كل ولي وولي أهل الله مشاكل الأرض ومخاربها برها وبحرها أينما كانوا وكان الكائن وفي علمك وحل أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى روح من اجتمعنا هاهنا بسببه المرحوم الشيخ العلامة الشيخ عمر بن عبد الله بن أحمد بن سالم الخطيب خاصة ووالدين ووالديكم يا حاضرون عام أوصي اللهم ثواب ذلك من إليهم واجعله نور يسعى وتلألأ بين أيديهم ضاعف اللهم رحمتك ورضوانك علينا وعليهم. اللهم اجعله فكاكا له من النار ونجاة له من النار وسترا له من النار وفداء له من النار. اللهم اجعله إتقا ونجاة وحسنا وحجابا وبراءة له من النار. اللهم بحق محمد وآل محمد لا تعذبهم. اللهم بحق محمد وآل محمد لا تعذبهم. اللهم بحق محمد وآل محمد لا تعذبهم. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعلي درجاتهم في الجنة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم صالحات أعمالنا، وعلى الإيمان وإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا، ولا تحن اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kami ingin mengucapkan Syekh Fuad Ribuan terima kasih, dan untuk meneruskan majlis ini kami ingin mengundang Al-Habib Abdul Qadir bin Syekh Jufri untuk menyampaikan sedikit ceramah. Fala fadla masyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang sebagaimana dengan berkumpulnya kita di dalam majalisul khair ini, kita bersama-sama menunjukkan rasa mahabbah, rasa kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pula kita berkumpul di dalam majlis ini, kita bersama-sama memperingati haul sejarah dari Allah yarhamu Asy-Syaikhul Alim Al-Alamah Umar ibn Abdullah Al-Khatib, Allah yarhamu insyaallah
Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di dalam majelis ini, kita keseluruhannya akan memperoleh rahmat dari Allah. Kita akan memperoleh maghfirah, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami haturkan rasa ta'zim kami ila hadratil mukarram wal muhtaram, wabil khusus kepada Al-Habib Alwi As-Sirri, dan juga kami haturkan rasa ta'zim kami ila hadratil mukarram kepada Al-Habib Abdurrahman Masyhur Ibn Hafidh, dan juga kami haturkan rasa ta'zim kami kepada Al-Habib Isa Smait, dan juga kami haturkan rasa ta'zim kami kepada guru kami Al-Habib Abdullah Al-Muhdar, mata'annallah bituli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Juga tak lupa kami haturkan rasa ta'zim kami kepada Al-Ustaz Hasan Saiful Rijal, mata'annallah bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Juga segenap kami haturkan pula wabil khusus kepada family daripada keluarga Allah yarhamu Asy-Syeikh Umar Al-Khatib. Kita doakan mereka semua insyaallah mereka semua akan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan pun mereka keseluruhannya akan selalu mendapatkan barokah, hasanah, afiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah menjadi rutinitas tahunan kita, dari tahun ke tahun kita berkumpul di dalam majelis ini. Kita bersama-sama, kita duduk di dalam majelis ini, kita bersama-sama menunjukkan rasa mahabbah kita, rasa kecintaan kita, wabil khusus kepada baginda Nabi. Tadi bersama-sama telah dibacakan, berkumpul kita bersama-sama telah membacakan maulid. Yang sebagaimana kita tahu maulid ini merupakan sejarah atau kelahiran dari baginda Nabi. Di sini pasal kalau kita berbicara yang namanya mahabbah, kecintaan kita kepada baginda Nabi, di sini cinta memerlukan bukti. Pasal bila kita mencintai baginda Nabi pun, di sini harus kita tunjukkan bukti macam mana kecintaan kita kepada baginda Nabi. Pasal kalau memang kita mencintai baginda Nabi, cinta pun memerlukan bukti. Tak cukup dengan akwal, dengan perkataan saja, tapi cinta pun harus diikut sertai, diselingi dengan af'al kita, dengan perbuatan kita bagaimana. Ini kalau kita membaca sirah, sejarah dari kehidupan baginda Nabi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita buka berbagai macam kitab sirah dari sejarah kehidupan beliau, pertama-tama yang akan kita jumpai bagaimana akhlakul karimah dari kepribadian baginda Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam akhlakul karimah beliau, di dalam dari segi sikap kepribadian beliau. Bahkan Allah memuji di dalam surah Al-Qalam, Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Siapa ini khuluqin azim? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun diutus ke permukaan dunia ini, diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, membawa akhlak yang begitu mulia, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Jadi ini harus kita tanamkan untuk diri kita, untuk anak sanak kerabat family kita. Bukan hanya sekedar kita memperingati maulidnya saja, tapi harus kita ikuti, kita belajar sejarah kehidupan baginda Nabi. Bagaimana baginda Nabi ketika mau tidur, ketika mau makan, ketika berjalan, berbagai macam kita belajar, kita bersirah dari sejarah kehidupan Nabi. Ini harus kita tanamkan dengan af'al, dengan perbuatan kita. Kita ikuti bagaimana dari segi kepribadian akhlak dari baginda Nabi. Bahkan Asy-Syaikh Abdurrahman Ad-Diba'i di dalam salah satu kitab maulidnya, beliau memuji dari sosok kepribadian baginda Nabi, dikatakan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman, wa khuluquhul Qur'an. Ini dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita di mana ketika di masa zaman hidup baginda Nabi ini, Sayyidina Anas ibn Malik ini, beliau ini yang apabila baginda Nabi mau bepergian kemanapun tempat ketika berdakwah, ini Sayyidina Anas ibn Malik selalu mendampingi baginda Nabi. Dia selalu ikut dengan bersama baginda Nabi. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Anas? Sayyidina Anas mengatakan, selama aku bepergian bersama dengan baginda Nabi, tak pernah aku terkena amarah beliau walau satu kali pun. Coba kita lihat bagaimana akhlak dari baginda Nabi. Ini harus kita tanamkan akhlak. Akhlak dan adab harus kita utamakan dari segala-galanya. Di sini pun kita berkumpul di dalam majelis ini, kita memperingati haul sejarah dari salah seorang ulama terkemuka. Beliau Asy-Syaikhul Alim Al-Alamah Umar ibn Abdullah Al-Khatib Allah yarhamu. Syekh Umar Al-Khatib di masa hidupnya beliau ini memang dilahirkan dari keluarga yang alim. Bahkan bukan hanya beliau yang alim, kerabat family beliau pun ada mereka di antara mereka-mereka semua yang menjadi alim. Di antara Syekh Umar Al-Khatib di sini ketika beliau mengembangkan berdakwah, beliau menyampaikan dengan dakwah beliau, mengajarkan apa ilmu-ilmu yang beliau berikan. Di sini beliau dalam mengembangkan dakwah beliau, menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Di sini di antaranya ada satu kisah atau cerita di mana ada satu orang bertanya kepada Syekh Umar Al-Khatib pasal mengenai ilmu apa yang dia tanyakan. Ini Syekh Umar dari kealimannya, dia tak perlu untuk cakap, dia langsung ini orang tanyakan dari ayat Al-Quran pasal masalah yang dia tanyakan. Ini Syekh Umar langsung beritahukan kepada muridnya untuk membukakan itu Al-Quran dari ayat sekian, apa yang disekian dia sudah tahu. Ini dari kealiman Syekh Umar Al-Khatib Allah yarhamu. Bahkan sikit sebelum kami tutup, Al-Habib Abdullah ibn Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau pernah memberikan tarigoh, perjalanan atau pegangan dari ulama-ulama Ba'alwi kita terdahulu, ulama-ulama as-salafunas salihin kita terdahulu. Ada 5 yang disampaikan, yang diberikan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Yang pertama al-ilim, yang kedua al-amal, yang ketiga al-ikhlas, yang keempat al-khauf, dan yang kelima al-wara'. Ini Habib Abdullah Al-Haddad
beliau memberikan kepada kita torigoh atau pegangan dari ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama ba'alwi kita, ulama-ulama aslafuna as-salihin kita terdahulu. Ini mereka yang mereka berpegang teguh itu, yang pertama itu ilmu, yang kedua amal, yang ketiga ikhlas, keikhlasan, dan yang keempat al-khauf, rasa takut kepada Allah, dan yang kelima al-wara'. Wara' di sini meninggalkan sesuatu yang syubhat. Dari apa yang disampaikan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, ini keseluruhannya ada di dalam jati diri Sheikh Umar Al-Khatib. Beliau ini termasuk, kita ketahui bagaimana baginda Nabi, Nabi Muhammad ini manusia yang mempunyai rasa syadidul haya wa tawadhu. Ini ada di dalam diri Sheikh Umar Al-Khatib. Bagaimana rendah dirinya beliau, bagaimana jiwa beliau ketika mengembangkan, berdakwah, mengajarkan ilmu-ilmu yang apa disampaikan oleh beliau itu tak sia-sia. Bahkan sekalipun Sheikh Umar Al-Khatib sudah tak ada, berapa banyak murid-muridnya. Di antara di Singapura kita tahu ada Ustaz Saleh, dan juga ada beberapa murid-murid beliau, Syed Abdullah Al-Jufri dan sebagainya, masuk ke dalam hadis Nabi. Nabi cakap di dalam hadisnya, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min thalathin, min sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lahu." Wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat atas dirinya, walaupun Sheikh Umar Al-Khatib sudah tak ada, tapi ilmunya tetap bermanfaat untuk murid-muridnya, untuk kita semua mengamalkan, kita baca buku-buku dari karangan beliau. Ini tak sia-sia. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita hadir di dalam majlis ini, kita keseluruhannya akan memperoleh dari beliau sahibul haul. Dan pun wabil khusus, insyaAllah kita tergolong dari umat Nabi, seperti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, "Man ahabbani kana ma'i fil jannati." Siapa di antara mereka yang mencintai diriku, kelak mereka akan bersamaku di surga. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas syarahannya yang singkat itu. Dan kami dengan tidak membuang masa akan meneruskan ceramah oleh Al-Habib Abdullah Al-Muhbar, yang insyaAllah akan diterjemahkan oleh Syekh Ridwan Jumaat. Fadhal masykur. Syekh Anwar Hussein, afwan. Diterjemahkan oleh Anwar Hussein. Fadhal masykur. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي وفقنا وإياكم للاجتماع في هذه الحولية المباركة في هذا المسجد المبارك في حولية الشيخ العلامة الشيخ عمر الخطيب، غفر الله له وجعل قبره روضا من رياض الجنان، وجعل روحه في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأخلف عليه وعلى أبنائه وعلى ذويه، واجعلهم خير خلف لخير سلف. Hanya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam majlis yang barakah ini untuk kita memperkenankan haul ini Syekh Umar Al-Khatib, dan bila berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan menjadikan kuburnya sebagai taman-taman yang di syurga.
dan beliau juga mendoakan daripada keturunan dan ahli keluarganya supaya sama-sama insya-Allah pada hari kiamat dikumpulkan bersama para nabi dan para salihin, para syuhada dan juga mereka-mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. La zalat hawliyatum tudzkar wa la zalat asma'uhum tudzkar lanam thabatu ala sunnati nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ahyau sunnati nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lihadha la zalat asma'uhum tudzkar wa sifatuhum ka'annahum ahya baina adhhurina. Kita hadir ini haul-haul ini yang lepas dan juga pada haul ini kita akan mendapati nama-nama biasa akan disebutkan, nama-nama mereka-mereka yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan mereka-mereka telah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapat memperingati kisah-kisah mereka seolah-olah mereka masih hidup di sisi kita. Ya Allah Subhanahu wa taala wa kullun naqussu 'alaika min anba'i ar-rusul linuthabbita bi fuadak انما تثبيت الفؤاد لان قصص الاولياء والصالحين والعلماء العاملين تثبت القلوب جند من جنود الله سبحانه وتعالى يثبت الله بها قلوب الذين امنوا. Sebagaimana Habib mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, kami telah memberikan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah-kisah para nabi dan rasul bagi kami untuk memperkuatkan hatimu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu yang Habib mengatakan, apabila kita memperingati mereka-mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala para ulama, Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan hati-hati kita yang mana dengannya kita dapat menguatkan keimanan kita dan memperingatkan nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhi ihda fawaid al-hawliyat kaun al-abna wal ahfad wat talaba wal muridin yatadhakkaruna biha ahwal ulaika al-ulama alladhi ijtahadu fil ibadah واجتهدوا في العلم وقرنوا العلم بالعمل والإخلاص لله سبحانه وتعالى فيثبتون على قدمهم ويمشون على طريقتهم فتلك تذكرة وموعظة لهم. Nah, daripada faedah bagi khusus bagi mereka-mereka yang masih belajar agama dan juga mereka-mereka yang masih di kelas-kelas agama, apabila kita mendengar kisah-kisah para ulama yang mana kisah-kisah mereka penuh dengan ilmu dan juga amalan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan membangkitkan semangat kita untuk kita mendapatkan seperti mana yang mereka mendapatkan. Wa min fawaidi hadhihi al-hawliyat annahum yajtami'una 'ala dhikrillah wa 'ala dhikri habibillah Muhammad sallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam wa fil hadith 'anhu sallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam majtama'a qaumun yadhkuruna Allah ibtigha'a mardatillah illa nadahum munadin min as-sama' an qumu maghfuran lakum fa Allah la yajfurna min hadhihi al-majlis illa waqad ghafara lana ma madha wa hafadhna fi ma baqi. Dan juga daripada faedah kita menghadiri haul-haul ini seperti ini, dia adalah zikrullah, yakni ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bersabda ini dalam sebuah hadis, tidaklah satu kaum mereka berkumpul dan mengingati Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka keluar daripada majlis tersebut dalam keadaan dosa-dosa mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mendoakan mudah-mudahan Allah menjadikan majlis ini sebab insya-Allah pengampunan bagi segala dosa kita. وجعل الله سبحانه وتعالى ذكر حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم من ذكره فما أوجب ذكره في مقام إلا وأوجب ذكر حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المقام ولندب لنا ذكره في مقام إلا وندب لنا ذكر حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المقام. Dan seperti mana kita lihat Allah Subhanahu wa taala apabila menyebut tentang kepentingan mengingati kepadanya, Allah juga akan mengingatkan kepada kita kepentingan untuk kita ingat kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang kita melakukan, kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, kita juga mementingkan untuk mengingati nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwa al-'ilm an-nafi' alladhi thabata 'alaihi ulai ar-rijal ka Syekh Umar al-Khatib wa mashayikhuhum min qablihi ثبتوا على علم النافع العلم النافع الذي يزيدك مراقبة لله سبحانه وتعالى في سرك وفي جهرك وفي ظاهرك وفي باطنك. Maka kita lihat para ulama kita seperti Syekh Umar Al-Khatib, kelebihan mereka bagaimana mereka mengusahakan atas ilmu yang manfaat, ilmu yang mana dengannya mereka sentiasa berada dalam keadaan muraqabah, yakni mengingati bahawasanya Allah sentiasa mengingat yakni kepada mereka. Maka ini merupakan yakni ilmu yang manfaat yang perlu hari ini untuk kita usahakannya. Al-ilm an-nafi' alladhi yaziduka tawadhu'an wa yaziduka khashyatan wa yaziduka mahabbatan fil khairi wa ahlihi wa bughdan fil sharri wa ahlihi.
Ilmu yang manfaat juga Habib mengatakan dia adalah ilmu yang meningkatkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menambahkan tawaduk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menjadikan kita manusia-manusia yang cenderung kepada kebaikan dan sentiasa menjauhi segala keburukan. فمن ازداد علما ولم يزدد تواضعا لم يزدد من الله إلا بعدا كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. Dan kita lihat berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan barang siapa yang melebihi mencari yakni ilmu dan menambah yakni ilmu, akan tetapi dia tidak menambah yakni tawaduk, ataupun dalam hadis yang lain Nabi mengatakan tidak bertambah hidayah, maka tidaklah bertambah apa-apa dalam diri tersebut kecuali dia lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Lihadha tamma as-salafus salih bi tarbiyati auladihim wa tansyi'atihim ala mahabbati al-'ilm وعلى محبة القرآن وعلى محبة من أنزل عليه القرآن محمد سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. Itu sebab kita lihat para salafus salih, mereka mementingkan tarbiyah anak-anak mereka. Mereka memberikan tarbiyah kepada anak-anak mereka, kepentingan bagi anak-anak mereka untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, dan begitu juga mempelajari Al-Quranul Karim, dan juga mengenal orang yang diturunkan Al-Quran ini ke atasnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أيهتم الإنسان بأولاده ويعتني بهم بتعليمهم أمر دينهم والقرآن الكريم فإنه قد ورد في الخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن أول ما يوقف الرجل بين يدي الله سبحانه وتعالى أول ما يوقفه أولاده فيقولون يا ربنا خذ لنا حقنا من هذا الظالم فيقول وأي ظلم ظلمتهم يا رب لقد أطعمتهم أحسن الطعام وكسوتهم أحسن الكساء فيقولون نعم يا ربنا لكنه لم يعلمنا أمر ديننا فأول ما يقف بين يدي الله أولئك الأولاد الذين كان حريصا على إطعامهم وكسوتهم أول ما يقفونه للسؤال أمام الله سبحانه وتعالى. Maka Habib menekankan di sini kepentingan untuk kita menjaga anak-anak kita, lebih-lebih lagi memberikan kepada mereka ilmu agama dan ilmu-ilmu yang bersangkut dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Quranul Karim. Dan beliau mengatakan berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang pertama sekali pada hari kiamat yang mana manusia akan diberhentikan pada hari kiamat dalam hisab adalah anak-anaknya, dan akan ditanyakan kepadanya anak-anaknya, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak mereka akan mengatakan ya Allah berilah kepada kami hak kami, maka para malaikat yang menanyakan kepada mereka apa hak kamu, dan bapa dan ibu ni mengatakan kami telah memberikan kepada anak-anak kami pakaian dan kami telah memberikan makanan, maka anak-anak mereka mengatakan betul ini ya Allah, ibu bapa aku telah memberikan kepada aku makanan, dia telah memberikan kepada aku pakaian, akan tetapi dia tidak mengajarkan kepada aku ilmu agama, dia tidak mengajarkan kepada kita Al-Quranul Karim, maka dia telah menzalimi kami disebabkan tidak mengajarkan kepada kami agama. Maka di sini Habib ini menekankan kepentingan bagi ibu bapa untuk memerhatikan, mengajari ilmu-ilmu agama kepada anak-anak mereka, disebabkan perkara yang pertama sekali yang akan menghentikan manusia di hari kiamat adalah tanggungjawabnya, lebih-lebih lagi dalam bidang agama yang diberikan yakni kepada anak-anak mereka. وهذه الحوليات مظهر من مظاهر بر الأبناء بالآباء والأجداد لأنها فيها الترحم عليهم ومن برهم بعد الممات أن يهب لهم ويتصدق عنهم ويقرأ ويتلو القرآن ويهب ذلك لهم ذلك من برهم في حياتهم ومن برهم بعد مماتهم. Juga kita menyaksikan pada hal-hal yang seperti ini, kita menyaksikan mazhar ataupun lambang kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kepada bapa dan datuk-datuk mereka. Kita lihat di dalam hal-hal ini bagaimana kita membaca Al-Quranul Karim dan kita sedekahkan ini bacaan-bacaan yang ini kepada mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Berdasarkan seperti apa yang telah disebutkan tadi, maka ini semua adalah daripada perkara yang kita mendapatkan manfaat dalam majlis-majlis ini seperti ini. Wa kama yutlabu al-birru min al-abna lil-aba, kadzalika yutlabu al-birru min al-aba lil-abna. Wa birru al-aba lil-abna huwa an yu'allimahu amra dinihi wa yu'allimahu al-Qur'an al-'azim wa sunnat an-nabi Muhammad sayyid al-mursalin. Seperti mana Islam mementingkan bagi anak-anak untuk melakukan kebaikan kepada ibu bapa mereka, dalam masa yang sama Islam juga mewajibkan kepada ibu bapa untuk melaksanakan kebaikan kepada anak-anak mereka.
dan daripada kebaikan yang diwajibkan atas ibu bapa dilakukan kepada anak-anak mereka adalah dengan mengajarkan kepada mereka agama, mengajarkan kepada mereka kitab Allah Subhanahu wa taala. Jaa ila an sayyidina Umar bin Al-Khattab rajul wa yashku min ibnihi wa yaqul ya sayyid ya Umar inna ibni ya'uquni fa'atab sayyidina Umar ala dhalika al-ibn wa'atab alayhi 'adaban shadidan thumma arsala fi talabihi فذهب احدهم ليحضره اليه فلما مثل بين يديه عاتبه سيدنا عمر عتابا شديدا فقال يا امير المؤمنين لا تعجل علي. Maka ada kisah berkenaan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Seorang bapa datang kepada Sayyidina Umar Al-Khattab dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, anak aku ini derhaka kepada aku dan dia melakukan ini dan melakukan itu. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ini anak tak sepatutnya melakukan sedemikian. Maka dia mengatakan, anak tersebut telah mendahaka yang ini kepadamu, maka panggil yang ini anakmu, aku nak menasihatinya. Maka bapanya pun membawa anaknya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, dan apabila bapanya sampai kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, anaknya sampai kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, maka Sayyidina Umar Al-Khattab ini pun yang ini memarah ini anak tersebut disebabkan berita apa yang telah mendengar daripada bapanya, dan dia memarah anak tersebut disebabkan yang ini pendahakaan yang dilakukan olehnya. Akan tetapi anak itu apabila dia dengar apa yang disebutkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, janganlah kamu tergesa-gesa memarahi aku. Laqad 'arafna anna lil aba' 'ala al abna huquqan ya amir al mu'minin fa hal lil abna 'ala al aba' huquqan? Qala na'am. Maka anak ini menanyakan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, wahai Amirul Mukminin, engkau telah mengatakan anak-anak ada hak ini kepada ibu bapa. Sekarang aku nak menanyakan soalan kepada engkau ya Amirul Mukminin. Adakah hak ini terhadap ibu bapa yang ini kepada anak-anak? Maka Sayyidina Umar mengatakan, memang ada hak yang ini bagi ibu bapa yang ini terhadap anak-anak mereka. Faqala ya amiral mu'minin, wa ma haqqul abna 'ala al-aba? Maka dia pun menanyakan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, dia menanyakan, ya amirul mu'minin, apakah hak anak-anak terhadap ibu bapa? Faqala haqqul aba 'ala al-abna, haqqul aba 'ala al-abna an ikhtara lahu umman salihah. Dia menanyakan, apakah hak ini ibu bapa terhadap anak-anak mereka? Maka Sayyidina Umar ini mengatakan, daripada hak ibu bapa terhadap anak mereka adalah memberikan kepada anak-anak mereka nama yang baik. Wa an yakhtara lahu isman hasanan. Dan memberikan kepadanya nama yang baik. Wa an yu'allimahu amra dinah wa yu'allimahu al-Quran al-Azim. Dan juga mengajarkan kepadanya tentang urusan-urusan agama dan hukum mahkamah agama, dan mengajarkan kepadanya tentang Al-Quranul Karim. فقال يا أمير المؤمنين إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك. Maka anak ini mengatakan kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya bapaku ini dia tidak pernah melakukan apa-apa terhadapku. Yani dia tak pernah mengajarkan kepada aku agama dan Al-Quran. لم يختار لي أمّا صالحة. Dan dia juga tidak memberikan kepada aku nama yang baik. ولم يختار لي اسما حسنا بل اختار لي اسما إذا ذكرت بين أصحابي أستحي أن أذكر به. Dan bapaku dia telah memberikan kepada aku nama yang buruk, seburuk-buruknya sehinggakan aku malu kalau sekiranya nama aku disebut di hadapan kawan-kawanku, sebab mereka akan mengejekku disebabkan namaku. Walam yu'allimni syai' min amri dini walam yu'allimni min al-Quran wala harf wahid. Dan bapaku tidak pernah mengajarkan aku tentang agama, tidak pernah mengajarkan aku tentang Al-Quran walaupun satu huruf. Fa ja'a sayyidina Umar waltafata ila al-ab وعندما نظر إليه حمل الدرة وأراد أن يضرب الأب وقال له يا هذا لقد عققت ابنك قبل أن يعقك. Dan Sayyidina Umar ini apabila dia dengar ini daripada anak tersebut, maka dia toleh ini kepada bapanya, dan di tangannya ini ada cemeti, dan dia mengatakan kepada bapanya, dia mengatakan, wahai bapa bagi anak ini, sesungguhnya engkau telah mendahaka kepada anakmu sebelum anakmu mendahaka kepada engkau. Fadharaba dhalika al-ab khawfan min durrati Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa mugrun bi dhanbihi wa nadmanan ala ma waqa'a minhu falyatadarak al-insan ma dam fi zaman al-idrak yatadarak dhalika bi an yatadarak awladahu wa yakhtar lahum as-suhbah at-tayyibah wal-mu'allimin al-atqiya as-salihin alladhina yashhadunahum ala sanan ahli sunnah wal jamaah. Maka bapa tersebut pun yang ini lari daripada majlis ini Sayyidina Umar Al-Khattab, ini takut ini kalau dipukul oleh cemeti tadi. Maka Habib mengatakan, apa yang kita dapat mempelajari daripada kisah ini,
Kita lihat yang ini bapanya, dia mengaku atas dosa yang dia telah melakukan disebabkan dia tidak mengajarkan kepada anaknya tentang agama dan sebagainya. Maka beliau mengatakan, kita hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan masa, masih memberikan kesempatan untuk kita melaksanakan perkara ini. Kalau sekiranya kita tidak melaksanakan sebelum ini, kita masih ada kesempatan untuk memastikan anak-anak kita mempelajari ilmu agama, ataupun kita memilih guru-guru agama di atas landasan Ahlu Sunnah wal Jamaah untuk mengajarkan kepada mereka tentang agama, tentang ilmu agama dan juga ilmu-ilmu yang lain yang berserumpau dengan Al-Quranul Karim. Falihadha qala as-salafus salih, khalif li awladak adab wa turk lahum adab min ba'dik wa la tatruk lahum dhahab fa inna adh-dhahab yafna wal adab yabqa wa tabqa as-sirah ba'da wafat al-insan tadhalika fi awladihi min adab wa khuluq hasan yudhkaru al-ab bis-sirah al-hasana wa adh-dhikr al-hasan idza ru'ya awladahu mashaw 'ala tariqatihi wa mashaw 'ala tariqati aslafi wa ajdadihim fa anna al-kharij 'an tariqati aslafi wa ajdadihi fi zahirihi aw fi batinihi aw fi i'tiqadihi dhalika huwa al-'aqib al-'aq wal 'iyadu billah. Maka beliau mengatakan, kita ada satu pepatah daripada salafus soleh yang mengatakan, tinggalkanlah kepada anak-anak kamu adab dan jangan tinggalkan dengan mereka zahab. Ini zahab adalah emas. Sebab ini mereka mengatakan adab ini adalah perkara yang akan yang akan sentiasa yang ada pada anak-anak dan dia akan diberikan kepada keturunan dan sebagainya. Akan tetapi emas merupakan satu perkara yang akan hilang. Dan anak-anak kalau sekiranya mereka ada adab yang baik dan keturunan-keturunan mereka juga keturunan yang baik, maka manusia-manusia akan tetap mengingatkan kepada datuk-datuk mereka yang telah mengajarkan kepada mereka adab-adab yang baik. Maka ini menyebabkan datuk-datuk mereka dan bapa-bapa mereka disebut dengan perkara-perkara yang ini yang baik dan didoakan terhadap ini mereka. Dan beliau mengatakan, akan tetapi barang siapa yang tidak melaksanakannya, tidak mengajarkan kepada anak-anak mereka adab, maka itu adalah musibah yang paling besar. فإن أن تعلمتم أمر دينهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم سعدت بهم في الدنيا وقرت عينك بهم في الآخرة. Maka kalau kita mengajarkan kepada anak-anak kita ilmu-ilmu agama dan juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan juga mereka juga akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. ومن الأسباب التي تحفز الأولاد على محبة الخير ومحبة الصلاح أن الآباء والأمهات إذا جلسوا بين أولادهم يذكرون فخر العلماء ويذكرون سيرة العلماء ويرغبون في ذلك بذكر الخير ورفع شانه فإنها تكون في قلوبهم محبة للعلم ومحبة للعلماء ومحبة للصالحين فإذا أنت جلست مع أولادك وتمدح الدنيا وتمدح من هو في مظهر الدنيا صار الأولاد تقف في قلوبهم وتكون قلوبهم معلقة بالدنيا وتكون تقولهم تموت لأن محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخلت قلب إلا وحيته والغفلة عن الله والغفلة عن رسول الله إذا وقعت في قلب إلا وأماتته لهذا قيل الناس موتى وأهل العلم يحياء لأنها حيت قلوبهم بالعلم وقرنوا العلم بالعمل وقرنوا ذلك بالنية الصالحة وقرنوا ذلك بالإخلاص لله سبحانه وتعالى فإذا اقترن العلم بأولئك فقد حاز خير الدنيا وحي خير الآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. Maka Habib ini mengatakan daripada perkara yang digalakkan bagi kita untuk kita melaksanakan bersama anak-anak kita adalah apabila kita berkumpul dengan mereka, digalakkan kita mengajarkan kepada mereka tentang kebanggaan-kebanggaan yang ada pada para ulama, mengajarkan kepada mereka tentang jalan-jalan yang di para ulama supaya ini dapat meletakkan ke dalam hati mereka cinta kepada ilmu, cinta kepada amalan, cinta kepada ulama dan cinta kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila di dalam hati mereka ada cinta yakni kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah tanda yang baik. Apabila mereka membesar, mereka akan terus yakni cinta yakni kepada kebaikan. Tetapi kalau sekiranya kita tidak melakukan sedemikian dan kita sentiasa apabila kita berkumpul dengan anak-anak kita, kita menyebut hanya perkara-perkara yang berserupau dengan keduniaan dan sebagainya, maka anak-anak tersebut akan jauh ini daripada pelajaran-pelajaran yang ini agama. Maka ini akan menyebabkan hati-hati mereka mati disebabkan ta'aluk mereka yang ini kepada keduniaan merupakan ta'aluk yang sangat kuat dan ini akan menyebabkan kematian yang ini pada hati,
Seperti mana sebahagian daripada ulama kita mengatakan, sesungguhnya mereka-mereka yang jahil, hati-hati mereka telah mati. Bagi mereka-mereka yang alim, yang ada ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan hati-hati mereka. Maka ini adalah perkara yang sangat penting ini Habib menekankan, supaya kita mengajarkan kepada anak-anak kita kepentingan mempelajari ilmu agama, kepentingan amalan atas ilmu yang dipelajari, dan juga kepentingan ikhlas. Apabila mereka melaksanakannya, maka ini semua daripada perkara yang akan memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Bihadha faqal ulama al-amiluna ghairahum li'annahum taqarrabu ila Allah Subhanahu wa ta'ala bi'islahi ahli baytihim wa bi'islahi man hawalayhim. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul ahabbul ibad lillahi Subhanahu wa ta'ala anfa'uhum li'ibadah. Allah yaj'alna wa iyyakum kadhalik. Itu sebab kita lihat sebahagian dari ulama diberikan martabat yang tinggi daripada sebahagian ulama yang lain. Ini disebabkan mereka mementingkan perkara-perkara seperti ini. Bukan saja mereka mementingkan kepada diri mereka bagaimana keadaan keimanan dan amalan mereka, akan tetapi mereka juga mengusahakan atas mereka-mereka yang terdekat dengan mereka dan juga mereka-mereka yang ini yang di luar. Maka ini berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi mengatakan hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang paling banyak memberikan manfaat ini kepada manusia. Maka Habib mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka daripada golongan ini, kita daripada golongan insyaallah. Wa qadru ya ma sara al-abdalu abdalan illa bi thalathati khisal bi sakhawati an-nufus wa salamati as-sudur war-rahmah likulli muslim. Ar-rahmah likulli muslim. قال سيدنا علي بن أبي طالب ينادي أحد من خدامه ويناديه وأكثر النداء عليه فلم يجبه فلما جاء حصله متكي ومتمدد فقال ما تسمع ندائي؟ قال نعم سمعت نداءك لكن أمنت عقابك فتكاسلت وقال اذهب فأنت حر لوجه الله سبحانه وتعالى. Kita ada satu perkara yang disebutkan oleh ulama-ulama kita yang terdahulu daripada tanda yang ini kebaikan yang ada ini pada seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah apabila nafsunya diterbiah, yakni maksudnya nafsunya sentiasa ini mengikuti kepada apa yang diperintahkan ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang kedua Habib ini mengatakan dia adalah salamatus sudur, yakni hatinya sentiasa ada sangka baik ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang ketiga, dia sentiasa yakni menunjukkan rahmat dan memberikan rahmat yakni kepada semua yakni manusia. Yakni dia tidak menyimpan yakni dendam dan sebagainya. Maka dikisahkan ada seorang yakni dia dipanggil yakni Adman Sayyidina Ali bin Abi Talib yang pernah sekali yakni dipanggil oleh salah seorang. Maka orang tersebut yakni memanggil yakni namanya, akan tetapi Sayyidina Ali yakni tidak menjawabnya. Jadi apabila orang itu masuk ini ke dalam ini melihat ini Sayyidina Ali bin Abi Talib ini dia sedang duduk. Maka dia menanyakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, apa disebabkan kamu tidak menjawab ini panggilan aku? Maka Sayyidina Ali mengatakan, aku sedang ini melawan ini hawa nafsuku. Maka dalam keadaan ini seperti itu ditakuti ini aku ada sifat riya, maka aku tidak menjawab ini panggilanmu. Allah yaj'al fi qulubina wa iyyakum rahmah li hadhihi al-umma wa rahmah li ikhwana al-muslimin wa ijmal qulubana rahmah li kulli man hawalaina ya rabbal alamin. Maka Habib ini mendoakan mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara mereka-mereka yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi sebab rahmat ini kepada diri kita dan juga kepada mereka-mereka di sekeliling kita insya-Allah. Wa yaj'al barakat hadhil majlis wal rahmah nazala fi hadhil majlis ta'ud 'alaina wa 'ala auladana wa 'ala ahbabana wa 'ala man ahata bi syafaqat qulubana ya rabbal alamin. Dan kita berdoa mudah-mudahan segala rahmat dan barakat yang Allah memberikan kepada majlis seperti ini, Allah juga memberikan kepada mereka-mereka yang kita kenal, mereka-mereka yang dekat kepada kita dan mereka-mereka yang kita sayang. Wala nasrif min hadzal masjid illa bi ghufran adh-dhunub wal khathiat wa islah wa qada' al-hajat. Dan kita berdoa mudah-mudahan dengan kita hadiri majlis-majlis ini, Allah mengampunkan segala dosa dan mengabulkan segala permintaan. Wala nasrif illa wa qad 'azama kulluna 'ala an yujaddida bainahu wa bain Allah taubatan nasuha li yuzakki biha jisman wa qalban wa galban wa ruha. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan majlis ini sebagai sebab kita mendapatkan taubat nasuha yang mana dengannya diri kita dibersihkan yakni daripada segala yakni kotoran yakni dosa. Wala narji' min hadzal majlis illa wa yarji' kullu minna li yuslih baytahu wa yabqi ma yurdi Allah wa yuzil minhu ma yaskhut Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita menanamkan niat insyaallah setelah ini kita pulang ini daripada majlis ini, kita memperbaiki urusan-urusan rumah kita supaya perkara-perkara yang baik kita dapat menambahkan dan perkara yang tidak baik kita dapat menghilangkan daripada rumah-rumah kita.
ويملأ قلوبنا بمحبة النبي وأهل بيت النبي وصحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan mudah-mudahan yang ini dengan majlis ini Allah Subhanahu wa taala memenuhkan hati-hati kita dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, cinta kepada sahabatnya dan ahli keluarganya. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة اللهم اشف الغمة عن الأمة اللهم اشف الغمة عن الأمة اللهم اشف الغمة عن الأمة اللهم اشف الغمة والكربة اللهم فرج القريب اللهم سترك الجميل اللهم عوائدك الحسن الحسن الجميل يا قديم الإحسان إحسانك القديم يا دائم المعروف معروفك الدائم يا ذا الجلال والإكرام اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا الله يا رباه يا غوثاه يا غني يا رحيم يا حي يا قيوم يا ودود يا ودود يا ودود اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم اللهم احينا وإياهم جميعا حياة طيبة حجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا وانصرنا على عدوك وعدونا وتولنا بولاك واحمنا بعماك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya majlis ingin mengucapkan terima kasih kepada Al-Habib Abdullah bin Mahdar dengan syarahannya dan kita akan melangsungkan dengan qasidah sedikit qasidah oleh Syekh Ali Gedur. Fadlan fadlan mashkur. Ya man bihadika aflahastu ada'u hadhi 'idhatuka lil qulubi dawa'u يا من بهديك أفلح السعداء هذه عظاتك للقلوب دواء يا من بعثت إلى الخلائق رحمة أقسمت أنك رحمة وضياء غلب الدهور بقاء ما شيدته وحكى البدور جبينك الوضاء قرأنا بالضحى ولسوف يعطي فسر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء ما مد لخير الخلق يدا أحد إلا وبه سعدا لذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء الله الله
وباليسر بحماه ألوذ مدى عمري وأقول أغثنا يا ذخري ونلنا من كفيك نداء الله 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 شفاء الكل من العلل أيكون محبك في وجلي وبجاهك لا نشقى أبدا الله 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 لا إله إلا الله بكل علا والكل بدعوته اتصلا بالله وحاز به المددا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله وصلاة الله بلا حصر لك تهدى يا سامي القدر ولآلك والصحب الغر ما أبدى الطائر تغري وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجلس ingin mengucapkan syukran jazakumullah khair للشيخ علي قدور على النشيد الجميلة. dan kami ingin meneruskan ceramah oleh Al-Habib Abdul Rahman bin Ali Al-Mashhur yang insyaallah akan diterjemahkan oleh Syekh Ustaz Ali Rohani. Ustaz Ali Rohani, falnatfadhal mashkur. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القريب المجيب الذي أرسل إلينا سيدنا محمد الحبيب
وربطنا برباطه وقربنا ونسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهل التقريب. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد الحبيب وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان. أما بعد فنسأل الله التوفيق والعون ونحن وإياكم في هذا المجمع المبارك حول الشيخ عمر بن عبد الله الخطيب عليه رضوان الله وطيب الله ثراه. Bismillah, jadi Al-Habib memulakan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita menjadi dekat, kita menjadi dekat di antara kita. Dan Al-Habib juga mendoakan agar kita diberikan tauhid dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri haul Syekh Umar bin Abdullah bin Salim Al-Khatib. Amma ba'du, fa nahnu fi hadha al-majlis al-mubarak bi huduri jam'an mubarak min al-ulama al-a'lam وأعيان هذه البلد المبارك ومن وفد والكل حاضر في تعظيم ما عظم الله من تعظيم الشعائر وتعظيم العلماء الأعلام وهذه مظاهر من مظاهر عزة الإسلام. Dan apabila kita hadir ke majlis ini, kita melihat banyak tetamu-tetamu yang datang dari luar dan dari dalam, tidaklah hanya untuk mentazimkan syair Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita hadir ke majlis-majlis seperti ini untuk mentazimkan syair-syair Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. فتعظيم العلماء هو من الشعائر التي يجب ان تعطى حقها في هذه الامه لانهم هم الوارثون للنبي محمد عليه الصلاه والسلام. Dan dengan kita mentazim para ulama, ini adalah di antara warisan-warisan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Fajazallahu khair أولاد الشيخ عمر خطيب الأخ يحيى بارك الله فيه وفي أخيه علي وفي أحفاد الشيخ عمر وأولادهم وأيضا تلامذة الشيخ وطلبته وأهل مجالسه ومن حضر الكل حريص على أن يبرز مظاهر ما كان عليه الشيخ عمر مما كان عليه من العلم النافع وتلقيه عن شيوخ الذي أخذ عنهم وقد تلقى ذلك في تريم عن كثير من العلماء عصره ومن أعظم من شيوخه كما يقال أنه شيخ فتح الحبيب عبد الله بن عيدروس العيدروس الذي قد أخذ عنه وتتلمذ بين يديه وكان جالسه مجالسة كثيرة والحبيب عبد الباري بن شيخ العيدروس ومن في طبقته من كبار أعلام تريم في تلك الحقبة وقد خرج من حضرموت إلى سنغافورة شاءت الأقدار أن يحيي الله به كثيرا من المجالس في هذا البلد والآثار وربط به كثيرا من الطلاب واستفادوا وتفقهوا على يديه فرحمه الله ورحمة الأبرار. Dan Al-Habib mengucapkan terima kasih kepada semua anak-anak daripada almarhum Syekh Umar yang telah mengusahakan untuk mengumpulkan kita pada majlis ini, yang mana kalau kita lihat Syekh Umar ini di antara orang-orang yang sangat mementingkan ilmu, menghadiri majlis-majlis ulama di Hadramaut pada zaman beliau, dan di antara ulama-ulama yang Syekh Umar seling duduk dengannya ialah Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, yang mana beliau mengambil banyak ilmu daripadanya sehingga dia keluar ke Tarim sampai ke Singapura menyebarkan ilmu pula di Singapura sehingga kan kita mendapatkan manfaat dan barakah daripada kehadiran beliau di sini. بل حينما جاء مما ذكر له ذكرني سيد حبيب حسن بن محمد بن سالم العطاس وقد سمعت منه هذا الخبر قديما والآن استذكرته منه وهو أنه قديما قد كان أيام حبيب علوي بن طاهر الحداد مفتي جوهور وكان حبيب عبد الله بن شيخ بن الفقيه مدير مدرسة الجنيد في سنغافورة يحضرون مجلس يحضره أيضا الشيخ عمر مع والد حبيب حسن حبيب محمد بن سالم العطاس في بيت الحبيب محمد بن سالم جلسوا ما يقارب 14 سنة يتذكرون في كل أسبوع يلتقون ويتحضر في المجلس من المباحثات والمذاكرات والعلوم النافعات وكان يقول الحبيب حسن أن أصغرهم كان الشيخ عمر خطيب عليه رضوان الله في تلك الحقبة والحبيب حسن قال كنت أحضر معه مع صغر سني كان يلازم حضوره يسمع منهم المذاكرات والمجالسات والجواهر والدرر وامتلأ بتلكم الأنوار تلكم المجالس وهذه نتائج ما من جالس جانس من لم يتربى بأبيه فلا يتربى بغيره لذلك يذكرون في تراجم الأكابر تربى بأبيه ويقول حبيب علي بن محمد الحبشي في أبيات الله أبوني يتلقى عن أبيه وهكذا
فيالك من آباء كرام وأجدادي مسلسلة عنهم أسانيد أخذهم إلى خير محمود وأشرف حمادي. ما شاء الله. Jadi di sini disebutkan Al-Habib mengatakan kisah tentang Habib Hasan kita. Alhamdulillah semoga Allah panjangkan umurnya. Beliau menceritakan bahawa ketika beliau masih muda lagi, beliau duduk di majlis Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad yang Mufti Johor dan juga mudir madrasah yang sebelum Masal Junaid sebelum ini, yakni Al-Habib Sheikh Balfaqih yang mana Habib Abdullah Balfaqih yang mana beliau duduk sekitar 14 tahun bermuzakarah, duduk hadir ke majlis ilmu yang di antaranya juga ada majlis-majlis Syekh Omar juga hadir di situ, yang mana kalau kita lihat inilah natijah daripada menghadiri majlis-majlis tersebut. Beliau mendapatkan ilmu barakah daripada mereka semua. Dan di sini disebutkan Habib kata-kata dalam bahasa Arab, man jalasa janas, orang yang duduk dengan siapa yang dia duduk itu, dia akan menjadi seperti orang yang dia duduk dengan orang-orang tersebut. Jadi disebutkan juga beberapa bait daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan bagaimana seorang itu mendapatkan barakah daripada salaf-salafnya dengan duduk, dengan berkumpul, dengan bersama-sama dengan mereka sehingga mereka mendapat barakah daripada mereka. وقد عرفت الشيخ عمر بن عبد الله الخطيب عليه رضوان الله في أول زيارة لي إلى سنغافورة قبل ما يقارب حوالي 24 سنة، وجئته وحضرت معه درسا في هذا المسجد، مسجد عبد الرزاق، كان يوم الأحد يقيم درسا، وكانت من إعجاب من عظيم ما رأيت من صفات الشيخ قوة ملكته وقوة صبره وتجلده وذوقه للعلم، يذوق العلم ذواق. جلسة طويلة ما يقارب من 3 ساعات أو 4، والشيخ متربع في مجلسه ويتحدث بمعلومات وعلوم غزيرة ويباحث، وكان يحب البحث في اللغة ومتضلع فيها وفي علوم شتى. ومن عظيم ما رأيت من الشيخ استذكاره وذاكرته لمعرفته ل أهل بلد التريم بل للعجائز والكبار السن. لما أن زرته إلى بيتي إذا به يسألني عن أجدادي وجداتي وفلانة وفلانة من كبار الصالحين والصالحات. الشيخ عمر كان خروجه من حضرموت فترة طويلة غاب عنها، وكأني ولم أعرفه، أنا وجدته الشيخ عمر في سنغافورة، ولكن لما جئت إليه فإذا به يسألني عن جدي وعن جدي سيد محمد سالم بن حفيظ، وعن والد الحبيب سالم الذي أخذ عنه وأدركه، وعن جداتي من جهة الأم من جهة الأب. وإذا بالشيخ عمر رجعت إلى أبي وأخبرته، الشيخ عمر يسألني عن أهل تريم وعن فلان وفلان وعن النساء الصالحات فلانة وفلانة وفلانة وفلانة. فقال نعم الشيخ عمر، هذا من كان ممتزج ومرتبط ومحب صادق بسادة والحبائب، وكان من أهل المعرفة والعلم والخير والنور، فخرج بما أتاه الله من صفات، لم ينسى ماضيه ولم ينسى بلده ولم ينسى من كان عرفهم، ولم ينسى الرجال ولا النساء، كان على ارتباط ومحبة ووصلة. بل أخبرني من بعض من عرفته من شيوخنا الذي أدركنا أحد، يمكن طول الترجمة. Al-Habib menceritakan bahawa 25 tahun yang lepas beliau pernah hadir majlis Syekh Omar di sini. Lalu apabila beliau hadir, dia duduk berjam-jam. Syekh Omar terus bersyarah, memberikan ilmu dan sebagainya. Jadi Al-Habib mengatakan, saya sangat takjub melihat bagaimana Syekh Omar ini boleh duduk 3 jam bersila dan terus 3 jam dia menyampaikan ilmu dan maklumatnya dengan penuh kesabaran, dengan penuh dedikasi menyampaikan ilmunya. Sehingga kan dikatakan, apabila aku bertemu dengan beliau, ketika aku lahir, beliau sudah tinggalkan Tarim. Beliau sudah sampai di Singapura. Dia bertanyakan aku tentang mereka yang berada di Tarim. Bagaimana fulan, fulan. Dia bertanya dan bertanya sampai aku tak tahu macam mana aku nak jawab. Kerana dia tanya semua. Orang-orang datuk nenek semua yang dahulu. Hatta para masyayikh-masyayikh, syaikha-syaikha yang wanita-wanita salihah semua ditanya. Lalu hinggakan aku pulang ke rumah, aku bertanya kepada bapaku, bagaimana orang-orang ini, sehinggakan aku sendiri pun ada yang tak tahu. Bapaku mengatakan, itulah Syekh Omar, dia tidak pernah lupakan asal-usulnya, tidak pernah lupakan negeri yang mana beliau mendapatkan ilmu dan lahir di sana. Khabarani memang ahad walidu min agaran Syekh Omar fi ribat Tarim. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar sahab ribat al-Syihr. Hada daras ma'al-Habib Syekh Omar fi ribat Tarim. ابنه الحبيب سالم لا يزال موجود على قيد الحياة، نسأل الله له الشفاء والعافية، موجود حاليا في الإمارات في أبي ظبي.
سيد سالم قال كنت مرة في جاء أرسله والده من الشحر إلى تريم طلب العلم، قال ففي ذات مرة رأيت رجل اسمع منه الرد حينما يقرأ القاري وهو لا يتصدر، يجلس بعيد أدب مع الحبائب مع كبار السن ما يتصدر الشيخ عمر في تريم، قال فإذا أغلط أحد فإذا بالشيخ عمر من بعيد يرد عليه ما يقبل الخطأ لأنه معرب الشيخ عمر. فكنت أسأل بعض الناس من هذا، قال هذا الشيخ عمر خطيب جاء من سنغافورة وجاء في إحدى زياراته إلى تريم. قال فجئت إليه وعرفته، قال من أنت؟ قال أنا ابن عبد الله بن عوف. قال ما شاء الله شيخ أبوك هذا كان من أحبابنا وأصحابنا في الطلب في ترباط تريم. قال وإذا به يرسل إلي هدية، قال فإذا هدية ما شاء الله وقعت في مني على بال، وقلت هذا الشيخ لم ينسى مودة أبي، فإذا به يرسل لي هدية إلى الغرفة إلى الرباط، قال هذه هدية من الشيخ عمر لك. قال فذكرت هذا الشيخ وعرفت أن هذا رجل من أهل الفضل وكنت لا أعرفه من قبل، فعرفته بنفسي. لكن أذكر كيف يذكر مودة من كان بين مودة مع أولاد أهل مودته عليه رضوان الله. عبد الرحمن الشيخ بكر. Di sini disebutkan sebuah kisah bahawa Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman mengatakan bahawa beliau bin Syekh Abu Bakar, beliau mengatakan bahawa apabila kami berada di satu majlis, maka apabila di majlis tersebut Syekh Umar berada pada majlis tersebut. Jadi apabila beliau Syekh Umar ni bila dia ni sifatnya tidak suka ke depan untuk dikedepankan. Jadi apabila beliau berada di majlis tersebut ada orang yang membaca, lalu Syekh Umar membetulkan bacaan tersebut daripada jauh. Dia mengatakan ini ada salah, silap, betulkan. Lalu dia terperanjat, ini siapa yang nak membetulkan ni daripada jauh ni? Lalu dia katakan inilah Syekh Umar yang datangnya daripada Singapura. Kebetulan Syekh Umar ini dengan bapanya ini adalah sangat kawan rapat ketika beliau berada di Rubat, belajar bersama-sama. Lalu Syekh Umar datang membawa hadiah, diberikan kepada anaknya hadiah yang mana untuk mengingatkan persaudaraan antara Syekh Umar dan juga bapanya. Di sini ditunjukkan bagaimana seorang itu menjaga persahabatan walaupun bukan hanya dengan bapanya tapi kepada anak dan juga zuriat yang datang selepasnya. فهذه أخلاق العلماء والصالحين وهو نموذج الشيخ عمر في وضعه وحاله وما كان عليه. حينما نتذكر أوصافه وأخباره وحرصه على العلم والتعليم ومجالس العلم ومواساته لأرحامه وقرابته وأهل بلاده ومحبته وولائه وارتباطه، هذه كلها صفات اليوم تخاطبنا وتنادينا بواقع الحال. من أراد أن يقتدي بالرجال فآثارهم بين يدينا تتلى حينما تأتي هذه الأحوال تذكر وتنور وتبصر حتى ندرك أننا لابد من لحوق بالقوم، فلا لحوق إلا بالعمل ولا لحوق إلا بالمحبة الصادقة والإخلاص والمشي على القدم. ولهذا حينما ندرك حقيقة الاتباع بالتعلق الذي كما يقول أهل المعرفة يعقبه التخلق، من لم يتعلق لم يتخلق. فبالبداية بالتعلق، لهذا يقول حبالي بالتعلق بأهل السر يبدو لك السر. Di sini disebutkan tentang apabila kita hadir ke majlis hur seperti ini, kita mendengar bagaimana sifat-sifat mulia oleh guru kita. Bagaimana sifat mahabbah beliau, sifat irtibat beliau, sifat ilmu beliau. Jadi dengan inilah bila kita hadir, kita dengar kisah-kisah beliau, semoga hati-hati kita pun hidup dengan apa-apa yang kita dengarkan. Dan sesungguhnya ilmu itu tidak akan bermanfaat tanpa kita amalkan, tanpa ada mahabbah, tanpa ada irtibat, tanpa ada ta'alluq. Yang ini hati kita terikat dengan orang-orang salihin, orang-orang baik. Dikatakan siapa yang tidak mengikatkan dirinya dengan orang-orang soleh, maka dia tidak akan lam yatakhallaq, dia tidak akan mendapatkan akhlak-akhlak mereka. Jadi untuk mendapatkan akhlak mereka, kita perlu mengikat hati-hati kita dengan orang-orang soleh. Wa hadha min athar ma kan 'ala Syekh Umar 'alaihi ridwanullah wa kan hirsu kama akhbarna Syekh Yahya annahu awsa an tunqal maktabatuhu al-'arabiyyah ila Tarim لأجل أن يستفيدوا من هناك بأهل من يقرأ العربية ليستفاد الاستفادة تكون أكثر. وكان الشيخ يحيى منفذ وصية أبيه بعد سنين، ولكن وصلت الوصية وبلغت النية، فهنيئا للشيخ يحيى بما قام به من هذا الجهد. وأيضا فرحنا واستبشرنا حينما خرج ابنه إسماعيل لطلب العلم في تريم ولا يزال في تريم، وأيضا خرج ولد أخي علي فترة وتردد. هكذا تبقى السلالة متسلسلة. اليوم ذكرنا السند، نبغى سند حي موجود بين ظهرانينا. هذا الحبيب حسن له سند
كما سمعتم في قصتهم على الحبيب علي بن طاهر الحداد كان يحضر مع أبيه سنده من أبيه وأبيه الحبيب محمد سنده من أبيه وهو الحبيب سالم والحبيب سالم سنده من أبيه الحبيب أحمد بن حسن العطاس سلسلة متسلسلة وهلم جر سند الحبيب محمد مشهور ومذكور لا غبار عليه فلذلك حينما نأخذ عن الرجال ونتلقى عنهم نرتبط بمجالسهم نأخذ العلم النافع ندرك حقيقة أنه لا تحيا أمة إلا بإخلاص وصدق وورع وخوف إن وجدت في هذه الأمة هي صفات الرجال انتشر الخير في الناس وأقبل الناس على باريهم وأدركوا غاية خلقهم في حياتهم بل رجعت الأمور كما كان لأنه هذه البلد عزها الله بالإسلام بل كثير من بلاد التي انتقل إليها المسلمون نشروا فيها الإسلام بالأخلاق بالحكمة بالهمة بالصفات الحميدة هذه آثار من قبلنا لكن السؤال أين آثارنا؟ أين صفاتنا من صفات القوم؟ أين حالنا من حال القوم؟ أين إدراكنا لمعاني العلم النافع الذي أنشروه القوم؟ لابد من عودة إلى الأصل فإن عدنا إلى الأصل هذه العودة الحميدة المباركة التي ندرك بها أن يحيي الله الأرض بعد موتها وينتشر الإسلام في الآفاق وقد سمعنا ختام المولد في دعاء الحبيب علي واجعل راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة شوف انظر حبيب علي وجهته العالمية للأمة في جميع الأقطار ما قال في قطري حضرموت ولا في بلدي بل في جميع الأقطار هم أهل دعوة إلى الله في جميع البقاع فلهذا الهمة العالية أن تنطلق الوجهات إلى الله في إحياء ما كان عليه السابقين والسلف الصالحين والعلماء العاملين حتى تحيا الأرض إن شاء الله بأرباب التقى والصلاح ويكونوا هداة مهديين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم كما جمعتنا في هذه الحولية وهذه الأحوال بارك اللهم في الوافدين والحاضرين والسامعين واكرمنا وإياهم بإقبالة صادقة عليك نصدق معك في جميع الأمور وأسألك اللهم أن ترفع راية صدقي في جميع الأقطار وتعيد هذا البلد وما كان عليه من الماضي التليد الخير والنير تعيد إلى مساجدها وبيوت المسلمين فيها الخير والنور والبركة وتنشر بهم الهداية في جميع البلاد وفي جميع البقاع وأسألك اللهم أن تفرج عن شامنا ويمننا وسائر بلاد المسلمين في كل مكان تحفظ الحرمين الشريفين يا حنان وبيت المقدس سائر بلاد الإسلام يا ذا الجلال والإكرام مع كمال البلوغ والآمال والفرج العاجل لجميع المسلمين اللهم أكرمنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا آثرنا ولا تؤثر علينا وقبلنا على ما فينا وجهنا الخير أينما توجهنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Al-Habib mengatakan berkenaan dengan bagaimana Syekh Umar mementingkan tentang ilmu hatta maktabahnya beliau mewasiatkan kepada Amir Yahya untuk hantarkan ke Tarim. Sekarang kalau kita lihat di Tarim ini sudah ada maktabah Syekh Umar di sana. Dan juga bukan hanya itu saja, malah sekarang Syekh Ismail juga berada di sana agar menyambung perjuangan Datuk dan mereka-mereka yang terdahulu untuk terus menyampaikan ilmu di sana. Inilah penting dalam ilmu, perlu ada sanad, perlu ada ikatan di antara setiap orang dengan orang yang terdahulu dengannya. Dan kita perlu juga di sini dikatakan kalau kita lihat dalam maulid yang kita bacakan, bagaimana sahibul maulid itu mengatakan bahawa dia mengharapkan agar Islam ini terus bersebar ke agar dakwah ini terus bersebar ke seluruh dunia, bukan hanya di kota Tarim, bukan hanya di tempat beliau berada. Inilah melihat bawasan mereka untuk Islam sampai ke seluruh dunia. Dan diakhiri dengan doa-doa, dan di antara doa-doanya Habib agar kita diberikan hidayah dan agar kita Allah Ta'ala selamatkan negeri Syam dan negeri Yaman, negeri Al-Haramain, Baitul Maqdis, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kurang lebih wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Nashkurul Habib Abdurrahman al-Mashhur bin Hafiz wal Syekh Ali Rohani ala tarjamah. والآن dan sekarang kita akan menjumpa Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Habshi untuk menyampaikan qasidah yang fadhil nasfadhil mashkur.
يا سيد السادات يا منتهى الغايات يا كامل الصفات ويا جميل الذات يا سيد السادات يا منتهى الغايات يا كامل الصفات ويا جميل الذات متى أرى النخيل والسيح والسبيل والوادي الجميل وأشرف الحجرات يا سيد يا منتهى الغايات يا كامل الصفات متى أراك جهرا لكي أزداد فخرا جد سيدي بالبشرى أنت بها حفي يا سيد سداتي يا منتهى الغايات يا كامل الصفات صلى عليك الله ما أما الحجيج الحرام وشاربوا من زمزم بأشراف النيات يا سيد السادات يا منتهى الغايات يا كامل الصفات وقد درج الأسلاف من قبل هؤلاء وهمتهم نيل المكارم والفضل لقد رفضوا الدنيا الغرور وما سعوا لها والذي يأتي فقيرهم حر وذو المال منفق رجاء ثواب الله في صالح السبل لباسهم التقوى وسيماهم الحياة وقصدهم الرحمن في القول والفعل خضوع لمولاهم مثول لوجهه قنوت له سبحانه جل عن مثلي فقد نا جميع الخير لما ترحلوا ومنهم خلا وعر البسيطة والسهل وصرنا حيارى في مفاوز جهلنا نشبه بالبهم السويرحة الغفل نخبط لا ندري الطريق إلى النجاة وبالجور نمحو سنة البر والعدل فآه عليهم ليت داهية الفناء بحزب الردى حلت وحزب الهدى خلي إلهي بحق القوم من بتوبة من الذنب تغسلنا بها أبلغ الغسل وغث يا مغيث المستغيث قلوبنا بغيث هدى يحيي القلوب
من المحل وصل على الهادي البشير شفيعنا نبي الهدى بحر الندى خاتم الرسل صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحسنت وأحسن الله عليك. Dengan tidak membuang masa, kita akan menjemput Syekh Afifuddin Nasruddin Al-Jilani untuk menyampaikan syarahannya. Falnatfadhal bishkur. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله once again and with Allah's baraka سبحانه وتعالى be blessed here together today to get the blessings of this majlis, the barakat of العلامة الشيخ عمر الخطيب. Our situation, يعني compared to his situation, we are like someone who carry a bucket and going to the sea. So we are not thinking that the one who he's carrying water in the bucket to add to the sea. We will think that he is carrying an empty bucket to bring from that sea water. Correct? يعني أنا. So to get the blessing of them, we are not going to add anything for him because he's praised by Allah already, subhanahu wa ta'ala. What we can say else? He carried the knowledge of Sayyidina Rasulullah, al-wirath al-muhammadiyya, the inheritors of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Can we say anything more than that? I mean, can we add something? They are the one who taught us. They are the one who made us understand everything in this life. There is someone, his father passed away. He was sad for a while. When his sheikh passed away, he was sad the entire of his life. So they asked him why. He said, the sheikh taught me the meaning of parents. Before I was very rude. The sheikh is the one who taught me how to deal with parents and how high position they have. The sheikh is the one who taught me the meaning of family. The sheikh is the one who taught me the meaning that I am a father. The sheikh is the one who taught me that how to deal with my wife and children. The sheikh teach me the meaning of the happiness of ibadah. Sayyidina Ibn Ajiba, the one who did sharah al-hikam al-ata'iyya, he said, we used to pray a lot, fast a lot, we do lots of things, but when we accompany our salihin, we feel the sweetness of our ibadah, sweetness of our salat, sweetness of fasting, sweetness of everything in our life. So when we celebrate the hall, we are getting the blessing from Sahib al-Hall, Sheikh Umar al-Khatib, Alhamdulillah Rabbil Alameen. And many of us, especially the young generation, they have all of us young here, of course, but you know, many of us have not seen him, but I keep repeat, As-Sira Ahla Min As-Sura. The Sira, we hear the pearls of the wisdom just now, Al-Habib Abdurrahman, Jazallah Khair, and most all the Habaib and Ulama, they have talked about him. There are lots of things to talk. What to say? Which part of the sea you're going to grab water from that place? There is lots of things to say, but there is a saying. What is the connection with that between us and them? There's a father and son. The son asks the father, what is the difference between my happiness and your happiness? The son asking the father, what is the difference between your happiness and my happiness? The father said to the son, you happy when you got what you want, but I happy when I see you happy. All right? So now father and son, the physical father, now the spiritual father, al-ulama wa salihin, they think that when they guide someone in the straight path, fi sabilillah subhanahu wa ta'ala, that is their wealth for dunya and akhirah. You see, you plant the seeds everywhere.
Sayyid Sheikh Umar al-Khatib from Tarib came to Singapore and he planted seeds. But there is a saying, they said, you might forget where you have planted the seeds, but the rain will tell you where later on, when they grow. Sahih? So we can see, subhanAllah, ajib, this majlis today, everyone attending, we are getting the blessing. يعني ناخذ البركات بحضور هذه المجالس. لا نضيف عليها شيء. لكن, but we get the blessing when we talk about them, because they are Allah, Allah's beloved. هم أحباب الله سبحانه وتعالى. So that's what we want. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. We need مربين, أهل التربية. See when the dua, وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يا الله, be merciful to them. He didn't say as they were merciful to me. He said as they raised me up when I was small. At-tarbiyah. Now we see al-murabbin. Murabbin al-arwah. Huh? They are the one who taught us. The ulama, any alim you have seen, any of those ulama, any of behind them also great ulama. There is one of the students of Sayyidina al-Imam al-Bukhari. His name Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya bin Ja'far. He said, if Allah allows me to do something, if Allah accepts my dua, I will ask him to take from my life and add to Imam Bukhari's life. Why? He said, because if I die, person died. But when the Imam died, al-Bukhari, ilm died. Ilm of, you know, benefit so many people, subhanAllah. That is the roots. When you see big tree, the tree standing because of the roots. So when there is a roots in our heart, through Ahlul Tarbiyah, our children will be good. We have to see, now we need the new generation to understand these realities, to be within the same field. I want my son to respect me and my daughter, and I want to respect them as well. I don't want them to feel that the parents, ATM machine only, whenever they want money to get. No, they have to understand that there is something else provide them. Ahlul Tarbiyah, they taught us how to reach to that. Now we have these issues in our houses. We are missing such people like Sheikh Umar al-Khatib, like al-Habib Muhammad bin Salim al-Attas, like al-Habib Nuh, those ulama. See, a small country like Singapore, but very wealthy with this adab and akhlaq, mashallah, etiquette. This is what we need. This is our wealth. The new generation, also the ulama, the new generation, they are now students. Tomorrow they will be going to be teachers. Sahih? So what the people learn from them, not only al-ibarat, not only the reading the books, but they study from them al-adab. Al-adab. That's what now Sayyidina Abdul Mubarak said, we are in need for little bit of adab more than this much of ilm. نحن في حاجة لقليل من الأدب أكثر منه لكثير من العلم. No. Al-ilm, if you don't teach adab, dealing with others, humbleness, that's the word. If not, where is there is a problem not in the ilm, between the receiver, but in the receiver of the ilm. May Allah bless us with barakah and protection. May Allah grant us all rahman barakah. And as we came here, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to his generosity that we go back home full, inshallah, full of blessings. So if Allah accept our heart pure today, when we talk with our family in the house, we can see the effect of the majlis, inshallah, in our houses. May Allah grant your barakah and rahmah. Jazallah al-qa'imin, al-qa'imin ala hadha al-majlis, akhuna al-haj al-shaykh Yahya, and all his family members for arranging the barakah, inshallah. Jazakumullah khair, masjid Abdul Razzaq, al-habayb al-ladhina hadharu, barakallah fihim, fi ilmihim, fi taqwahum, fi salahihim. And Allah ybarak, and Allah subhanahu wa ta'ala grant us all rahmah al-barakah, and inshallah to be always in these types of majalis where Allah will be happy, subhanahu wa ta'ala. Jazakum Allah khair, barakallah fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Nashkur Allah, Habib Afifuddin Jilani. Dan sekarang kita akan mendengarkan syarahan terakhir oleh Habib Alwi bin Ahmad Asri. Semoga kita mendapat menasafid minuh. Falnafadal mashkur. They gave me 1 hour, so don't worry. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, ala hadhihi ni'am,
وهذه الآلاء وهذه الوجوه الطيبة الباسمة، الوجوه التي نلتمس منها البركة، نلتمس منها الدعاء. والصلاة والسلام على سيد الأولين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. What can I add to all these scholars and ulama, mashallah, they have put us in, you know, flying to heaven now, just, you know, going up and up and up to the sky. So really they charged us with so many good news and ilm and ma'rifa and so on. Allah enabled us to come to this hall of Sheikh Umar al-Khatib. It's a blessing. It's really a blessing, because once you come here, as Sheikh Afifuddin Habib, he said, we are taking the bucket and getting from the ocean. So it's our chance really to see what is the size of this bucket that we're going to take it and get from the ocean. So everybody got a bucket, but different sizes possibly. And inshallah, everybody will get this bucket as big as possible. We don't want small ones, we want big ones, so we can take as much as we can from this ocean of knowledge, ocean of character, ocean of behavior, ocean of really representing what has been coming to us from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I was fortunate that Sheikh Umar al-Khatib, I was his neighbor in Tarim. That's a blessing. To be, you know, a neighbor of Allama like Sheikh Umar. And when I came here a long time, more than 20 years, but I'm not that old, but it's just, you know, I have to say, you know, because we know all when he died. So anyway, I came here and I met him, because I didn't see him in Tarim. I was small, you know, I couldn't attend his classes and so on. But I met him here in Singapore. And as Habib Abdurrahman was saying, he asked me, how is your, you know, grandmother? How is your uncle? How is this? How is that? Everybody in my house and my family and my relatives, he knew them one by one. And he was asking me about all of them. Are they okay and everything? So I got the impression that this guy is really, you know, very knowledgeable, you know. How can he remember all these people, you know? But he gave me also the adab. He was really very polite in how he is sitting, how he is talking, how he is asking questions, how he is answering questions. So these are the things that we need to learn from the scholars these days. When we attend majlis, when we attend any place, we have to take this adab. We have to see how they are behaving. And through this behavior, Allah will open us the doors for knowledge. Will open the doors for knowledge. And believe me, these are the keys to the knowledge. Because you can get knowledge from anywhere. Now, Google can give you knowledge, but cannot give you the adab, cannot give you the behavior. You need to learn it from those people who are really getting it from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, through the sanad that from their father, from to the father, to the father, to the father, to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or from the scholar to the other scholar and so on. But it has to be very much connected to the adab of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And alhamdulillah, we can find that now in our Islamic world everywhere. There are people who can give us this adab, who can give us this behavior, who can give us the true character of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yajma'ana bihim, to get us to see them, to sit with them, to learn from them. فنسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المجلس أن يجمعنا في المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويصحح نياتنا ويجعل نياتنا صالحة، وأن يكثر من النيات الصالحة في هذه المجالس، وأن الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشيخ عمر الخطيب، وأن الله يتولى برحمته، وأن الله يغفر له الذنوب، وأن الله يرفع درجاته في الجنة، وأن الله يعيد بركاته
بركاته علينا وعلى أولاده وعلى أهله وعلى أقاربه وعلى أهل سنغافورة وعلى المسلمين أجمعين، وأن الله يجمعنا بالأتقياء وبالعلماء وبأهل الورع وأهل الدين، ويجعلنا ننتفع بهم في مشارق ومغاربها، وأن الله يحفظنا بحفظه، تولانا بولايته، ورعانا برعايته، واجعلنا من عباده الصالحين الذين يصدقون في نياتهم في أعمالهم وفي جميع ما يتقربون به إليه سبحانه وتعالى، ويتقربون إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاء، ويجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متحققين بحقائقها حسن ومعنى ظاهر باطنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أكبر. الحمد لله رب العالمين. Thank you so much. نشكركم حبيب علوي. Hopefully we can learn from this lesson that whatever he has said, and hopefully we can apply to whatever the Sheikh has portrayed to us. And now, dan sekarang dengan tidak membuang masa kita akan mendengar qasidah terakhir oleh Sheikh Ridwan Jumaat. فلنتفضل مشكور. حننت إلى روض الحبيب محمد، حننت إلى روض الحبيب محمد، وراحت بروحي نحو طيبة ريح، حمى الله ربعا حل فيه ضريحه، ولا زال وبل الغيث فيه يسيح، حوى من حوى جود الوجود بأسره محمد، حوى من حوى جود الوجود بأسره سدن النبي، ومن عجب ضم الوجود ضريح حليم رحيم محسن متجاوز، وعن كل من يجني عليه صفوح حميد مجيد ذو جلال ورفعة، على وجهه نور الجمال يلوح، حطت رحال ولذ لقلبي في الحبيب مديح، حناليك يا رسول الله، حناليك يا رسول الله، إن المدح فيك مفرج لكربي ومن ألم الذنوب، منزه عن شريك في محاسن
فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولا صلي وسلم دائما الله على حبيبك خير الخلق كلهم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر فيه إمام مولا صلي وسلم دائما الله على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرام مولاي الله بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه محمد واسمه قسم من أعظم القسم محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم فلا تخيب رجانا يا واسع الكرم واغفر لمنشدها واغفر لسامعها وارحم مؤلفها بجاه من مدحه في النون والقلم صلوا عليه اللهم صل وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيبدي لي لسني أقوم في هذا المكان ولست أهلا للقيام في هذا المكان ومن هم يعني له أهلية أكثر مني من طلبة الشيخ عمر الخطيب موجودين لكنهم متواضعين شديد التواضع مثل شيخهم يعني سيبدي لي لسني ولا بنت أبطل سيبدي لي لسني رامي لقي لبدا أنا مري الشيخ عمر الخطيب yang ada di sini walaupun tapi kerana tawaduk mereka yang sangat tinggi seperti syekh mereka syekh Umar Khatib mereka tidak berdiri hada wa imtithalan li amr alwalid mendengar mentaati perintah ayah saya wa ba'd talamadat syekh Umar Khatib dan ada beberapa daripada
Anak murid Syekh Omar Khatib. Saya berterima kasih pada semua hadirin dan kerana hadir dan kerana menghidupkan majlis-majlis hall mengingati ulama-ulama kita dan mengingati khususnya pada hari ini mengingati Syekh Omar Khatib. Jadi asykur hadirin لحضورهم ولإحيائهم لهذه لذكرى العلماء وخصوصا في هذا اليوم الشيخ عمر خطيب وأخص بالذكر العلماء والمشايخ والسادة والحبايب الذين حضروا وأنعشوا هذا المكان خصوصني para حبايب para علماء para سيد dan guru-guru yang datang menghidupkan kasih aktif lagi majlis-majlis ini. Saya terima kasih banyak pada semua. Ashkurukum jami'an jazil syukur binniaba anil walid wa an aulad Syekh Omar Khatib wa an talamizat Syekh Omar Khatib sebagai naib bagi ayah saya dan anak-anak Syekh Omar Khatib, keluarganya dan anak-anak muridnya. Jazakumullah khair وجزاكم الله خير وهذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ربي فانفعنا ببركتهم وهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عفوا منكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا الصلاة تراصوا واعتدلوا يرحمني يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله على الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا عنا دائما أبدا اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا كلها اللهم انعشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف عن سيئها إلا أن اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيد أسر الفاتحة اللهم بركة الفاتحة سر الفاتحة بركة الفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم بالصالحات أعمالنا وأجلنا يا الله يا رب يا رحمن الرحيم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم